مدير إدارة أمن المنشآت النفطية بجهاز الأمن الداخلي السيد عقيل إسماعيل المزغي. الآن كلمة ترحيب طبعا يلقيها السيد التي تمثل جنوب الشرقي مجلس البلد شخرة. الآن كلمة طبعا إلى إصدار التصاريح النفطية بمنطقة الواحات. مكتب أمن المنشآت النفطية بجهاز الأمن الداخلي واحات. شهداء الكوز انقرضوا. وكذلك في مجال العمل نتقدم بالشكر. والتقدير إلى المستمر واللي دائما العمل لا يتم إلا عن طريقه والقوات المسلحة الذين لولاهم ما كنا نقف. اللي أسهم في استقرار مناطق الواحات. وشكرا. وقمنا اليوم بجولة تفقدية لبعض الحقول، والآن بافتتاح مكتب التصريح من المنشآت النفطية مكتب الواحات، وتشرفنا بعمداء بلدية منطقة الواحات وجالو ووجلة، ونشكرهم على كل ما بذلوه من أجل نجاح في تجهيز وإنشاء مكتب عمل المنشآت النفطية الواحات، ونتقدم إليهم بجزيل الشكر والتقدير، ونتقدم أيضا لأهالي منطقة الواحات بالكامل المجاهدة. مش غريبة عليهم الفزعة، ومش غريبة عليهم هذا النضال، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير. مسعود ناشد بارك الله فيك. في هذا اليوم نرحب بالسيد مدير أمن المنشآت النفطية بجهاز الأمن الداخلي حضوره إلى بلدية شخرة لافتتاح مكتب التصريح النفطية الذي يقدم خدماته لسكان الواحات من أجل إصدار التصاريح النفطية لهذه المناطق. فنقدم له الشكر والتقدير على حضوره لافتتاح المقر الموجود بهذه البلدية. المناطق هذه شمال بريحة النفط والبنية التحتية وحدة بالشكل هذا عندهم نفس يعانوا. نفس البرنامج نفس.